التعاطي الدولي أو الدولي مع هذه المجزرة الفاشية والنازية التي تستباح فيها كل الحرمات، فتهدم المساجد والمشافي والكنائس وتقصف المدارس، حتى مخيمات الإيواء تقصف، والأماكن الآمنة التي ليست آمنة، ومستودعات الطحين والغذاء. لكن هناك حركة تعاطي أكسبت المقاومة زخما ونصرا إعلاميا. إذا كان المسيرات والتفاعلات وحركة المقاطعة جاءت مبهرة على نفس درجة إبهار السابع من أكتوبر، هل هي فعالة بنفس الدرجة إذا بعيدا عن الإبهار؟ هل هي منتجة أو مؤثرة على القرار؟ يعني هنالك مقدمات كثيرة لهذا السؤال، لكن نختصرها بقناعاتي الشخصية بناء على ما استوعبه من حقائق وواقع إلى آخره، بأن ما حدث في 7 أكتوبر كان شيئا محدودا لتحقيق أهداف محدودة لمقايضتها بالأسرى وغير الأسرى ولكسر الحصار ولإظهار بأننا موجودون وأن القضية يجب أن لا تختفي ولا تنتهي إلى آخره. لكن الأمر تطور بسرعة كبيرة جدا نتيجة للنوم الإسرائيلي في العسل والتخدر الكامل وظنهم أنهم وصلوا أعلى درجات الاستعلاء، وبالتالي انفلتت الأمور بكل الاتجاهات، وحتى المواطن الفلسطيني الغزي العادي دخل في الميدان وتشتتت الأمور وغيره. لكن هذا الشيء المفاجئ الضخم جدا لا نستطيع فقط أن نعزوه إلى ما حدث من فعل في 7 أكتوبر، هو هذا يختمر قصة 100 عام 70 عام منذ 48 من النكبة إلى آخره، بأن هنالك قضية حساسة، جرح نازف أنا سميته دم الكبير، فجاء هذا الدبوس الصغير وفتحه فانتشر كل العفن والنتن وإلى آخره من خذلان البشرية وجرائم البشرية وسكوت البشرية وإلى آخره، ومحاولتهم تضميد هذا الدم أو الجراح بقليل من الضمادات وغيره. الموضوع عميق جدا جدا، وبالتالي كنت أقول منذ أول أسبوع ولم أستطع البوح في ذلك، لكني منذ فترة بدأت أتكلم بأنه الذي حدث كبير جدا والرد عليه كبير جدا والموقف الأمريكي والغربي كبير جدا وتعاطف العالم كله رسميا وشعبيا كبير جدا ومختلف. لكن قد يكون لا سمح الله أن الذي حدث قد يودي بغزة لا سمح الله وقيادتها، فقد يكون على المستوى القصير والمتوسط أن هناك تضحيات كبيرة جدا سوف تدفع، لكن على المستوى البعيد القضية والشعب والمنطقة والشعوب العربية والصراع الحق والباطل أعتقد أنه حقق الكثير الكثير الكثير. وهذا يقودنا إلى موضوع التفاعل الدولي. لا تستطيع الدول الحاكمة، لا إمبريالية ولا كولونيالية ولا متحكمة ولا مستبدة ولا قطب واحد ولا أقطاب، أن تخفي أن هذا هو المكان الوحيد في العالم الذي هو فيه احتلال صرف واضح، آخر مكان للأبارثايد الفصل والتمييز العنصري، آخر مكان يظلم فيه الإنسان جهارا نهارا. وبالتالي حاولوا في البداية أن يغيروا الحقائق وأن يقولوا أن أهل غزة هم الذين اعتدوا ومارسوا ذلك أسبوعا أو أسبوعين، أتكلم على المستوى الرسمي، ثم بدأت الأمور تتغير وصولا إلى اليوم هم يسعون إلى وقفه إن كانوا جادين باستثناءات محدودة مثل الموقف الأمريكي الذي لا زال يفتح المجال لإسرائيل بشراء مزيدا من الوقت لترتيب أمورها، لكن كثير من دول العالم الرسمية تغيرت. لكن ما يهمني أكثر وكإنسان عاش في الغرب منذ 87 وعاشرهم جميعا نخبا وأفرادا ومجتمعات وإلى آخره، وبعلم وبتخصص وبتفاعل وبحراك سياسي وإعلامي وغيره والثقافي، أقول بأن هناك تغيرات ضخمة جدا، ومنها في أمريكا حينما يتغير رأي عام كبير جدا في أمريكا وخاصة الشباب وبين اليهود الأمريكيين وبين كثير من الشرائح وغيره. هذا مؤشر يقول لنا بأننا نعود للسؤال الأول، أن البشرية تتجه نحو نضج أفضل ونحو وعي أكبر، تسقط الضحايا، تزول شعوب دول إلى آخره. لا نقول هذا في حالة يعني فلسطين وغزة، هذا حق مستمر و14 مليون فلسطيني ومن ورائهم 430 مليون عربي وكل المناصرين في العالم لن يضيعوا ولن يختفوا عن وجه هذه الكرة الأرضية، لكن تضحيات كثيرة جدا والألم كبير، لكن قد هذا الألم يعيد القضية فعلا إلى مسارها الصحيح والمنطقة كلها ليست فقط القضية، وتصحو الشعوب جميعا وتصحو النخب والحكومات والأنظمة بأنه لا يمكننا
أن نسكت ونستمر في ظلم الشعوب والاستبداد بها وحرمانها من أبسط حقوقها في العيش بكرامة، ومن أن نساعد هذا الشعب الفلسطيني الغلبان الذي يريد أن يعيش حياة طبيعية، لا يريد أن يكون تحت احتلال أو قهر أو قتل كباقي الشعوب العربية وكباقي شعوب العالم. الآن العالم تفتح، أعتقد هذا الذي حدث سوف يترك أثاره لعقود قادمة، ومع الاتصالات والتكنولوجيا والتواصل والتأثير أعتقد بأن التغيير هو للأفضل للقضية وللإنسان العربي وللمنطقة العربية وللعالم أجمع. يعني مع تحفظ على وصف الغلبان، فأعتقد أننا أكثر غلبا من الشعب الفلسطيني، فهو يستطيع أن يفعل ويستطيع. أنا أقول لك سيدي شر البليط ما يضحك، كلنا شعب غلبان. لا هو الشعب الوحيد الذي يستطيع أن يضحي ويدفع ثمن تضحيته، حتى أن إعلامي كبير في مصر هو الأستاذ محمود سعد وجه رسالة إلى البطل الدحدوح، قال له من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ يسأل عن سؤال يوجه في مصر للواءات والحكام اللصوص، فيقال لهم من أين لك هذا؟ أما الدحدوح فسئل عن إيمانه، من أين لك هذا الثبات يا دحدوح؟ طيب، لصوص بلدنا صدعوا أهلنا طول الزمان بأن الوحدة التي ما يغلبها غلاب، وإحنا الأمة العربية، وكان محمد عبد الوهاب يغني وطني حبيبي الوطني الأكبر، يوم ورا يوم أمجاده بتكتر. أنا لم أرى له أمجاد حقيقة، لكن هكذا كانوا يغنون. ومين يعادينا في أراضينا؟ كيف سيواصلوا الكذب على الأجيال القادمة، خاصة وقد يعني رأيناهم وهم بلابيس، يعني بلا ساتر يسترهم، وهم خونة وهم عملاء وهم مطبعون، حتى أن الدكتور عبد الله صالح بعبود الأكاديمي العماني قال أنه كان في اليابان وسأل مختصين في الخارجية اليابانية لماذا صوتتم لصالح الاحتلال في مجلس الأمن، قالوا طلب منا هذا التصويت من دول عربية نافذة وكبرى، دول كبيرة لها ثقل اقتصادي ومالي ونفوذ نفطي، طلبت من اليابان أن تدعم المعتدي الصهيوني. طيب، هيسوقوا علينا أي بضاعة مستقبلا الذين كانوا يقولون وطني حبيبي الوطن الأكبر؟ طبعا أحترم كل كلمة حضرتك ذكرتها، وأنت تعبر عن نبض الشعوب خاصة الشعب العربي وعن ما يشعر به كل متحرك في ذلك. دعني أمارس الدور الآخر بأنني أنا منظر ومحلل وباحث وإلى آخره، وأقدم نصيحة لهؤلاء الحكام والنخب على الرغم من كل سواد صفحاتهم وتاريخهم وغيره، وهذا كان دأبي منذ فترة طويلة، لعلهم يستمعون، لأنهم قد يتهموننا جميعا بأننا نلقي الجزء التهم. نتمنى أن يستمعوا، نتمنى أن نكون نحن مخطئين، وهذا رجاء، وأن يكون هم أولاة الأمر. يعني كان أحد الصالحين يقول لو أن لي دعوة مستجابة لادخرتها لولي الأمر، فبصلاحه يصلح خلق كثيرون. وبذات على ذات المنوال أو بمفهوم الضد، بفساده يفسد خلق كثيرون أيضا. نعم، أنا قلت بأنه الراعي هو المسؤول أولا وأخيرا، إذا صلح الراعي تصلح الرعية، لأنه لا أستطيع أن أطلب من الشعوب الانصلاح والتغيير الذاتي وهنالك كل العوائق التي تمنعهم من حقيقة التغيير، لأن الموضوع لا يتعلق فقط بنقاء سريرتي، العمل الخير والتعاون وغيره هذا يحتاج إلى أسس كثيرة جدا في بناء المجتمعات والدول وغيره. لكن كما قلت لحضرتك، للإعلام الحرية التامة في التعبير، وللشعوب في أن تعبر عما يجول عندها حتى لو كان غضبا شديدا جدا من زعمائها، حتى لو اتهمتهم بما اتهمتهم به من كل الأوصاف وغيره. هذا واقع، وأنا شخصيا بشكل عام يعني أتضامن، وأعتقد أن الشعوب عقلها الجمعي حتى لو كانت تعبيرات خارج السياق هو الصحيح، الشعور الجمعي للشعوب هو الصحيح. لذلك أنا من الناس المؤمنين بخيار الشعوب وانتخابات الشعوب وديمقراطية، طبعا مع التوعية والإعداد والتنضيج إلى آخره.
وبالتالي على النخب التي تحكم خاصة، عندما نقول النخب الحاكمة أي المتنفذة المتنفعة التي تمسك بزمام الأمور، من أشخاص، من تجمعات، من شلل، من أجهزة، من مؤسسات، من غيره من غيره، أن تنتبه إلى رأي الجمهور. فهي في النهاية لا تحكم في الفراغ، وإذا كان في الماضي بإمكانها أن تخفي الحقائق وتقلب هذه الحقائق وتتحدث أننا منتصرون في 48، ثم يأتي في 67 وتقول نحن منتصرون وتقوع يا سمك، ثم تكتشف الناس أنه لم يكن هناك جيوش ولا حروب ولا مخططات ولا استراتيجيات، وإنما كانت هذه العسكر للاستعراضات العسكرية.